طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي في الجلسة الأسبوعية لحكومة التظاهرات، هاجم التظاهرات والاحتجاجات، ووصف التظاهرات التي يتم فيها قطع الطرق بأنها غير سلمية. أضاف بأن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق كما يقول بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم كما يدعي، وهي ليست سلمية. اعتبر بأن قطع الطرق بين بغداد والبصرة تسبب بتعطيل سير آلاف الشاحنات. في الوقت نفسه ألقى باللوم على البرلمان بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة، قائلا بأنه لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن، ودعا إلى ضرورة حسم هذا الملف. دعونا نستمع إلى ما قاله عادل عبد المهدي. مظاهرات غير المشروعة العنفية اللي تغلق المدارس بالقوة، اللي تغلق المصالح بالقوة، اللي تغلق الطرق بالقوة، هاي مظاهرات ما مقبولة في أي مكان في العالم. هاي مو مظاهرة سلمية. يعني اليوم لما نقطع طريق البصرة بغداد أكثر من 10,000 شاحنة تتعطل. طيب تصوروا 10,000 شاحنة شو تمثل من مصالح؟ طيب هذول هل نسميهم سلميين ذولا؟ ويستخدمون القوة والحجارة والضرب والاشتباك مع القوات الأمنية. يعني يبدو عادل عبد المهدي ما سامع ولا شايف، يبدو بشيء اسمه العصيان المدني. احنا كنا نتذكر العام الماضي في فرنسا تظاهرات ما يعرف بأصحاب السترات أو الستر الصفراء، وهم من الشرطة، كانوا من الشرطة ومن الموظفين، قاموا بعصيان مدني، أغلقوا الشوارع. نشوف في دول الأوروبية، يعني كثير من الدول لما يصير فيها عصيان مدني، على سبيل المثال توقف القطارات والمترو، أصحاب أو سواق الشاحنات عندما يتم فرض عليهم ضرائب مرتفعة أو تخفيض في أجورهم، يقومون بإغلاق الشوارع، يقومون بالإضراب عن العمل. يبدو أنه ما شاف التظاهرات اللي صارت العام الماضي في فرنسا، وهو كان عايش في فرنسا، ولا يعرف شيء اسمه العصيان المدني، وهو عصيان مشروع وعصيان سلمي يعبر به المتظاهر والمحتج عن مطالبه وما يريد أن يحققه، فهو يقول تظاهرات غير سلمية. واستمعنا إلى حديثه. غسان من بغداد، تفضل غسان. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى صوت الحق قناة الرافدين المباركة. حياك الله يا أهلا بك. وياك أحد المشاركين في ثورة تشرين المباركة. حياك الله يا أهلا بك. تفضل. إذا سمحت لي، أنا عندي موهبة الشعر فأريد أعبر شعريا وليس بانتقام. تفضل عيني. جاهم الأوكي من الزعيم وحرجة وخيمة، كل ظنهم من تعب ونعلم هزيمتنا، طارت من عكس كبرة الساعات وزادت عزيمتنا. لا تندق فينا انت وديونك، لا تندق فينا. صح. أريد أشكر الإعلام بحر الما قصر ويانا، أريد أشكر الإعلام الحر الما قصر ويانا. وكنت أسمع بالتكتك يطيح يقل لا تنسانا، شلون أنساك وانت أبعث الجرحانة. وما نتراجع، كنا بالتحرير يموت وما نتراجع. أريد أوجه هاي إلى الذين غدروا بساحة التحرير. لا سمحت لي حضرتك. نعم. يا عمي نعرض ليك الدخش، إحنا من البداية بس ردنا نوصل ويا العيار باب النهاية.
وانكشفت كل الحقائق وبعد ما نخفي هاي الساعه تريد احرار مش تعبد عن قانون الساعه تريد احرار وهذه الكم واحنا مقصرين بحقكم لان انتم صوتنا انتم صوت الحر فاقول الاعلام الحر مش دول ودول الاعلام الحق بالساعه يصير يجون سنوات الاحزاب خليهم يلعبون بس الرافدين تسجل جول الملعب يحلى بالرافدين وكادر الملعب يحلى بالرافدين وكادر الله يسلمك صح لسانك تفضل تفضل اسمح لي بهاتفي الاخيره اقول للي وكانوا يدعون الوطنيين اقول سقطت كل الاقنعه وكل شفت واحد الشعب وصار المعسكرين واحد على روح العماله والثاني بها الساعه ما تعب وتحمله كل شظيم وحر ومطر وقوات الشغف هذا الموت وما نتراجع ان بالتحرير الموت وما نتراجع وكلامي في هذه القناه التي بالحق انها قناه الوطن وانا لا اريد ان امني على حضراتكم لكن انا اوجه خطابي الى مدير هذه القناه ان تسمى بقناه الوطن وطن الرافدين وأنا حقيقة جزيل الشكر إلى حضراتكم ولبرنامج هذا الصوت صوت الشعب وإلى حضرتك الله يسلمك الله يسلمك أخي غسان هذا واجبنا هذا واجبنا واسم القناة هي الرافدين ترمز إلى العراق ما في بلد في العالم بنهرين دجلة والفرات فهي اسمها وطني وهي مع الوطن ومع الشعب صح لسانك أخي غسان واني أشكرك وبارك الله بيك وربي يحفظكم وربي ينصركم حسين من بابل تفضل حسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الو تفضل شلونك استاذ شلون صحتك يا هلا بيك هسه احنا بس النت على هذا بالعاده هسه طلع يقول الشاحنات واقفه على الدولي وسادين الشارع نعم شاهدنا من سدوا الشارع ما يطلع هو مال تبوه ما يفكر بهاي الناس جاي كتلون بيها نعم من هسه طلع من يشهد على الناس وكتلون بيها ما يفكر بيها يعني هو لما يموت ابنه يسكت ما يسكت لا لأن ذاك ابن واحد يختلف ألو نعم معك حسين ما أريد أقاطعك ألو وياك أسمعك أقول لك هو مو شريف لو شريف كان طلع ما أعرفك بس هو مو شريف هو واحد من الميليشيات مالته والأحزاب مالته الفاشلة عم انفسده بس إن شاء الله تغسل بهم الأرض إن شاء الله ما يضر لهم كل بشر نعم شكرا استاذ رحم الله والديك. انا اشكرك حسين من بابل. علي من الاعظميه تفضل علي. مساء الخير استاذنا العزيز تاج الراس المتيجه. حياك الله يا اهلا بيك. الله يمسك ان شاء الله بالنور والسرور وعلى محبيكم كل حبايبكم وكل اصدقائكم طبعا على المنبر. الله يبارك فيك. الحرب الطاهر والله العظيم على قناه الرافدين. ويستدون التردد مالتهم ويحاولون يشغلوا اللي تردد مالتهم المنبر الحر الرافدين الصوت والله تابعها عبر الليل الفات ووصل لها طبع يعني اذا عدكم المواطن المحترم او شاهد ورقيب عليه وهذا الحكي حتى الميتي يقول هاي مو مظاهرات حره ومو مظاهرات مسلمية يقول والله انت يا عبد المهدي صم وتسكت هواي احسن لك لانه الشعب صم بس غير البنك ما طلع حد الكبير يقول هي نقطة من القصة هي غيرة النقطة من القصة ترى الغيرة راحت ومسحت صحيح وعيب عليكم قاعدين تطلعون على الناس اللي هو شايل بس علم العراقي ويناشد الناس الطيبه الخيره لانه بعد تعبت الناس تناشد
واحد بالدولة، لأنه ملت من الزرار حرب حرب شوارع وطائفية. يا ولي والله ما تنجح والله، لأنه العراق أصيل، هو أبو بلد وأبو الأدب وأبو أو الرسول في دول اسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والله العظيم والله العظيم إيش ما وش ما يصير الأمر. الله شاهد الشعب، هو كل الدزون بعض الذيول مالتكم هاي الحساب قاهرين لكم والله ندوم، وإن شاء الله هم دول التحرير الشباب الحلوين الطيبين الوصلاء إن شاء الله هم أول يمكنهم عليكم بحق المجير، حق أول مجير القريب إن شاء الله الله يمكنهم على الإخوانات المجال نعم أصدقاء ولا أخواتنا ولا الأخواننا، وإن شاء الله نريد هذا البرنامج بقوة وإرادة وبعزم من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. إن شاء الله العراق منتصر بشعبه. أنا أشكرك فعلي من الأعظمية. سعد من النجف، تفضل سعد. سعد سعد من النجف تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع سعد من النجف. نرجع على تصريح عادل عبد المهدي اللي وصف التظاهرات والاعتصام والإضراب عن الدوام بأنه طريقة غير سلمية، وقال لك هذا الإضراب تسبب بإيقاف آلاف الشاحنات على طريق بصرة البغداد، بصرة بغداد. طبعا بالمناسبة إذا جينا حكينا على الطرق غير مبلطة واللي يصير بها حوادث وكتلة آلاف الناس من العام 2003 ولغاية الآن، حوادث شبه يومية وهواية ناس ماتت بها، هذا على الطريق. إذا أريد نسولف على الرشاوة والأتاوات اللي يأخذوها من السيطرات، إن كان السيطرات تابعة لقوات حكومية أو تابعة لميليشيات فحدث ولا حرج، هذا كل الحكومة متغاضة عنه. إذا حكينا على البضائع الفاسدة اللي تدخل للبلد من إيران بالتحديد وتتوزع، بينما المخضر اللي جاي من الجنوب من المحافظات العراقية فترة من الفترات ما يدخل إلى العاصمة بغداد حتى الجماعة يفيدون إيران، يفيدون إيران وما يفيدون ابن البلد اللي يزرع ويتعب ويشقى الصيف والشتاء حتى يريد يبيع بضاعته بالعاصمة بغداد ما يقدر. كل هذه الأمور، هاي نقاط طبعا بسيطة احنا نذكرها. والسيد عادل عبد المهدي زعلان ويصف الإضراب والعصيان المدني، هو اسمه العصيان المدني، عالميا معروف هذا التعبير. زعلان يقول لك لا والله هاي طريقة غير سلمية. نعم معنا اتصال. علي من الرمادي، تفضل علي. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي هذا اللي مسويه رئيس وزراء نعم زعلان على التريل اللي واقفه بالطريق، ومو زعلان على العراق اللي باعه لإيران. نعم يعني المفروض يحس على نفسه ويحوم في الكرسي للعراقيين ويخلي العراقيين يحكمون البلد، مو جايبين المذيول من إيران دمرونا وباعوا البلد وخرجنا يعني مضحك للدول، وهسه يعني لو يستحون ويعرفون العراق احسن لهم، لكن دول غيره ما عندهم. يمشون بضايع ايران بروسنا، يجيبون الضيف كليته من ايران، ومخلينا العراق هيك هايت بدون حكومه. يعني كل ما يجي يهب ويدب لهالبلد هذا دمرونا، هاي حكومه، هاي مو حكومه، هذول رمزين عيب عليهم يقعدون على كراسي. هذا العراق اكبر منهم من خلفوهم، المفروض يعوفون العراق فورا، لان ما ظلهم مكان. الشعب ما يريدهم، الشعب ما يريدهم، الشعب بل من عندهم ما ولا بس القتل والدمار والجوع والضيف. وفوق هذا العراق باعوا لايران، العراق اللي هو اكبر من خلفوهم باعوا لايران. نعم. يعني المفروض يحسون على انفسهم، كافي صبرنا كثير وما ظل عندنا صبر. والله العظيم اذا ما يفضونها بالتي احسن اكو زلم يدوس على رسوم ويطلعهم.
نعم كافي كافي، ملينا ملينا بالعدو. يعني هسه الشهداء عليش عليش تكتب بالعالم؟ يعني ذول الشهداء ما لهم رهن، ما لهم يعني دون وطن، يريدون وطن يا عادل عبد المهدي يا حيوان يا عبد الحيوان، يريدون وطن، يريد الرجعة من عندكم. كافي عاد. نعم علي من الرمادي كان معنا. حسين من واسط، تفضل حسين. حسين تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع حسين من واسط. طبعا متظاهرو ساحة التحرير جددوا رفضهم لمحاولات تدوير وجوه العملية السياسية، وأكدوا في ساحة التحرير وسط بغداد بأن محاولات أحزاب السلطة لتمرير مرشحيها ستبوء كلها بالفشل، وشددوا على وجوب أن تكون شخصية رئيس الوزراء مقبولة وفق الشروط التي وضعها ثوار تشرين في بغداد والمحافظات، وأن لا يكون من داخل العملية السياسية. نعم حسين من واسط يعاود الاتصال. حسن من واسط تفضل. حسن تفضل. حسن عليكم. وعليكم السلام تفضل. بدون ما عليك احنا ما عندنا شيء زين. احنا بس تكون مجرد. نعم احنا مجرد نريد نعرف. يعني الصوت ده يقطع. حسن انا اعتذر منك، حاول تتصل مرة ثانية. عندنا اتصال من الكويت. محمد تفضل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا روحي؟ شلون عزيزك؟ حياك الله. الله يسلمك يا روحي. بالنسبة لعادل عبد المهدي او حكومة العراق، الحكومة العراقية حاليا. نعم الحكومة العراقية حاليا قادر انه تحاسب لها وزير؟ هو عادل عبد المهدي يقدر يحاسب له وزير؟ نعم يقدر يحاسب له مدير عام باي دائره وباي وزاره؟ يقدر يعني هو رئيس وزراء يقدر بس يجره؟ ما يقدر. لانه هسه الموانئ صارت كلها لهم. البغداد انباعت تبصيخ بوزاراتها مدارسها، التعليم العراقي وين؟ نعم وزعلان. ألو وياك. زعلان يقول لك هاي مو سلمية. ها يقول مو سلمية، شلون تسدون الطريق؟ شلون الطلاب ما يروحون للمدارس؟ سجل غياب. طبعا ما يريد يروح المدرسة، سجل غياب. مو أدري يريدون ضغوطات على الحكومة، لأن الحكومة ما تطلع بالعيني وغاتي. نعم ما يطلعون لانه هم قاتلين مسلبين بايقين، اشتروا الدوله كلها. نعم خذوا كل الدوله، شلون يطلع هذا؟ ما يطلع. ليش نعم يطلع يقول لك يا معروف مستحيل. نعم محمد هو يعني يقدر يحاسب ابو المنافذ الحدوديه؟ يقدرون لانه كلها بيد الاحزاب. كل 100 تريله 200 تريله تطلع من الميناء، من ميناء ام قصر تطلع معامله وحده، وماخذين مال 200 او 300 جمرك على كل سياره. نعم يقدرون. والسيطرات كلها لهم، حدها من البصره لما طب نهايه الشمال. فما يقدرون اخي. نعم شنو يقول لك رئيس وزراء او شنو رئيس وزراء؟ هم حطوا هم قالوا هم اللي يريدونه، وشعب يظل منتج شعب تعرف انت، والا شنو هالدماء؟ يعني هسه قاسم سليماني مات، العالم كلها سوت فواتح له، كل الناس سوت فواتح، لعت هاي فواتح له، هاي الضحايا اللي ماتت في حرب ايران وين من قتلها؟ نعم منو اللي قتلها؟ منو الجره اللي وصلها؟ يعني عيب عيب. كافي كافي. اما يقولون يابا احنا طالعين بعزه وكرامه وراح نمشي، او يقولون احنا قتال مستمر حتى الشعب هم يقاتلهم، انتهى الموضوع.
وبارك الله بكم واشكركم. وبيك. انا اشكرك. عبد العزيز من النجف، تفضل عبد العزيز. مساء الخير. مساء النور، يا اهلا بك. نشكر قناتكم العزيزه، رحم الله يسلمك والديك. الله يخليك. هو استاذ العزيز كان المطالب بسيطه واضحه، يعني ما اراد تفشي. نعم. يبدون انتخابات مبكره وانسان تجيبهم غير جدلي مثل ما قالت المرجعيه، غير جدلي الوضعيه هذا وانتهى الموضوع. وفلوس العراق عندك علم؟ نعم. البلد ما يشكو قله موارد، يشكو اداره وفساد. رحم على بيك يا استاذنا العزيز. والسلمون هم وكلبين بالكرسي ما يقبلون يهدونه. يعني ما يهدوا له لا رقابه لا شيء وفلوس تايهه. نعم. حياك الله وشكرا جزيلا. حيا ودوم. الله يسلمك. الله يسلمك، الله يخليك ويحفظك. ابو حسين من الحله، تفضل ابو حسين. ابو حسين. تفضل. تفضل عيني. والله يعني احنا من سكنه الحله. يا هلا بيك. اي وش والهالوضع اليمنى يعني يعني هم هاي الاحزاب يعني تعبونا الشعب يعني تدمر من وراهم وهي يعني احزاب يعني كل احزاب مسنوده من قبل ايران. نعم. اي وهي يعني بعد وشوف انت بعد انت هالاوضاع هاي اللي اليومين طلعين لهم سالفه الشكل يعني المتظاهرين هيك المتظاهرين هيك، مين من المتظاهرين ناس تعبانه ناس كتلها الضيم. اي واحنا شنو نطالب يعني نطالب هاي الحكومه كود كلها تنزاح كود هاي الناس ما ترجع لبيوتها بعد شيء يعني بعد شيء فتح عليهم منزل يعني كمل الموضوع كله نكمله بعد. اي بالفعل. ايه نعم ابو حسين. يلا يعني يلا الله وياك. هاني اشكرك، هاني اشكرك ابو حسين من الحله. ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. ابو عمر تسمعني؟ اي نعم. استاذ عمر وياك استاذ عمر. حي الله قناه الرافدين وحي الله مشاهديها. يا هلا بك. والرحمه على شهداء التظاهر والشفاء العاجل لجرحانا ان شاء الله. امين يا رب. استاذ عمر يبدو ان عادل عبد المهدي كان في غيبوبه. كان في غيبوبه والان صحى اللي بعد ما شاف التظاهرات اللي كبرت واللي وسعت اللي وصلت لهم ان شاء الله للحكومه المنطقه في الخضراء. طيب عادل عبد المهدي هسه من صحى استاذ عمر يعني بذيك الايام وين كان؟ نايم من حقول الدواجن اللي احتركت بالقادسية ومزارع الرز اللي حرقوها وبعض الثروة السمكية اللي ذبولها سمموها حرقوا مزارع الحنطة والشعير طيب أذني ما علق عليهن لو يبدو كان في غيبوبة هسه صحة أستاذ عمر. نعم. فيمكن اتصور صحة لانه الشعب يجوز صحة صوت اللي الثائرين اللي هم وصلوا ان شاء الله وان شاء الله هاي الحكومة ان شاء الله منتهي ان شاء الله. هاي وحدة. اثنين انه يحكي على المدارس وتعطيل الدوام، اي دوام يحكي عليه؟ المدارس هسه الان الموجودة في بغداد والمحافظات اللي هي ثلاث شفتات في مدرسة وحدة و80 70 طالب في صف واحد وماكو رحلات وقاعدين على القاع، هاي ما يقدر يحكي بيها؟ نعم. هذه ما موجوده يعني ما منها احساس؟ طيب الفساد الموجود اللي بالوزارات اللي موجوده اللي هي ما مبنيه اصلا ومن طين ومن كرفانات وما بيها لا خدمات صحيه ولا بنكات موجوده بالصيف ولا تدفئه موجوده بالشتاء، هذني هاي الامور ما يصحي عليها ما يتكلم عليها؟ تأثر هو من كيف صدوا المدارس واضراب عن الدوام والطلبه راحت للتظاهر، هي بارادتها الشعب ما جبرها وما سد اي شيء اي مظاهر ما سد لا مدارس ولا اي شيء. الطلاب هم اللي ضربوا عن الدوام والكليات والمعاهد هم سووا اضراب، ما احنا اي مظاهر وصل للكليات وسد الابواب عليهم، لا هذا يكون غلطان بكلامه.
يعني كل كلام اللي يطلق منها عادل عبد المهدي ومن أحزاب السلطة يعني يردون نفسهم والشعب على خطأ. نعم. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. أبو حسين من الرمادي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيا القناة. الله يسلمك. والرحمة والشفاء العاجل للفرحة إن شاء الله. آمين يا رب. بالجنوب والفرات الأوسط. وأريد أناشد العرب العراقيين الشرفاء الوطناء أناشدهم أن يناصرون ثورة العراق الشعب العراقي مو ثورة الشعب العراقي. وأنا أناشدهم قلنا أن بالجنوب والفرات الأوسط على كم الشعب العراقي أم هي ثورة ضد الفاسدين وضد الأحزاب الفاسدين وتراحهم لأنهم مجرعين يكسبون مغانم لمو ولاهم للشعب العراقي ولاهم إيران. نعم. عمر إدامات جين ومحجب باحد وتنقل هذا الشعب العراقي السابق بخياداته يا ويقضي على الأطفال غير مجرم. أنا أشكرك أبو حسين من الرمادي كان معنا. أبو جمال من بغداد تفضل. أبو جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب الغالي بداية قبل ما أحب أتحدث وياك بس عندي بيت شعري يعني قصيدة صغيرة أريد ألقيها لجبل أحد. تفضل. تقول أيا جبلا شامخا ثابتا بوجههم ألا تعلم من أجلك كم سالت دماؤك أيا رمزا جمعت بين الشعب ووحدته وجعلتهم يقتسمون الفرح والبلاء ألا تعلم أن من سكنك مثقفا عالما وسكنك الفقير والعفيف والأطلاء ألا تعلم أنك باقيا بقلوبنا غاليا ألا تعلم أنك باقيا بقلوبنا غاليا لن نتركك وفيك سالت دماء الشهداء قد حاوطوك من الأطراف بظلمهم وجاءت أفواج الشباب لتبعد الدخلاء وصرخت بوجه الظلم حناجرهم وصرخت بوجه الظلم حناجرهم لا نامت أعينكم أيها الجبناء فاطلقوا النار عليهم وقنابل مسيلة وصمدوا بوجه بطشهم هؤلاء البسطاء هنيئا لمن نال الشهادة في مواقعها وعار على من دعم المجوس من العملاء إن كان سلاحكم بوجه راياتنا راميا إن كان سلاحكم بوجه راياتنا راميا فلشهداؤنا الجنة وأنتم السفهاء لا قرت لكم عينا والغدر شيمتكم وسنأخذ حقنا بهمة سواعد الشرفاء. أسف على الإطالة بالقصيدة حبيب قلبي الساد عمر. أحسنت بارك الله بك تفضل. الله يعزك حبيب بس أحب أقول لك شغلة البارحة أول بارحة كنا في ساحة الوثبة وقدام عيني طبعا أنا دزيت الفيديو لحضرتكم على الماسنجر ماستر صفحة بس ما أعرف أنه عرفته ولا لا. نعم يا أخي هو مجرد مشى علي مشى باتجاه أبو الشغب. نعم. مشى بعلن والله العظيم مشى بعلن رمى عليا بالصشم ورمى عليا بالدخانيات. الفيديو موثق ودزيته لحضراتكم بس ما اعرف بثيته او لا. نعم يا اخي هو مختصر مفيد العادل عبد المهدي ما اريد نسميه بغير تسميه. نعم دزيته المقطع ابو جمال بس اقاطعك العفو. نعم دزيته نعم المقطع دزيت على رقم الواتساب مال البرنامج لو على خدمه انت ترى. والله هو طلع لخدمه انت ترى بس انا طبيت على صفحتكم دزيت على الماسنجر مالتكم. ها مال الصفحه تمام وصل إذن عند الشباب. بالضبط. وصل بالضبط. إن شاء الله. بالضبط. نعم. وعلى الواتساب ما قدرت أوصل صراحة. نعم نعم. كمل تفضل. بس أقول العادل عبد المهدي هو من حقه ينقهر على التريلات اللي مدى الطوب. لأن تعرف ليش أستاذي وأني هاي قدام عيني صايرة طبعًا. لأن كل تريلة تعبر من السيطرة لازم 500 دولار و800 دولار يأخذوها خاوة من السائق حتى تروح للأحزاب والربعهم والحاشية مالتهم. فمن حقه يعني يزعل ويضوج على هاي الأمور بس إحنا نقول له هن كلمتين مرد غطاهن أهن بالعرب قالوها قبل يقولون
شلك بالروح الداريها الموت اولها وتاليها. انت اذا تشوف الساحه دا يروح شهيد يطلع من مكانه 10، يروح 10 يطلع من مكانه 100. وخير دليل، خير دليل ساحات العز والشرف والنخوه والغيره بالناصريه وباقي الساحات. طبعا انا احكي يا كاني من بغداد، لكن انجر اذاننا وكل احترامنا وجل احترامنا وجل تقديرنا لاهل الناصريه اللي وقفتهم مشرفه وغصبا عنهم راحين ناخذ حق اهل الناصريه وباقي المحافظات. نعم. ولو ايش ما يصير وايش ما طول الوقت فاهل الناصريه واهل بغداد واهل باقي المحافظات حقهم ما يضيع. حق من سنوه الله يرحمه. الله يرحمه. وحق الشهيد اللي راح بالخيم الاسدي وحق الشهداء الباقيه لا يتخيلون ان يروح بلاش ولا يتوقعون ان دمهم ينهدر. بالعكس، ترى الشعب العراقي والشباب والرجال الموجوده بالساحات مثل البسمار، ايش ما تدق عليه ايش ما يصير قوي وصلب. فهم ايش ما دقوا ايش ما يزيدون عزيمه التظاهرات والساحات ويخسون وتخسى شواربهم، والعراق يظل اهل غيره واهل كرم وشبابهم ورجالهم يظلون ثابتين وغصبا عن شواربهم وشوارب الديود كلهم. الله واسف طولت عليك وتحياتي. الله يسلمك، الله يحفظكم وينصركم. الله يبارك يا رب. فيك، اعتذر علي طال قلبي. لا لا بالعكس، الله يسلمك، الله يرحم شهدائنا جميعا يا رب. ابو ياسين من ديالى، تفضل ابو ياسين. اخي عمر اهلا بيك. عمر رئيس الحكومه للمستقبل يقول البارحه 7 من 100 امام تحت الصواني ما شاف 700 شهيد 20 جريح وما شاف وهاي القنابل اللي في الشباب السياره. انا بدي اقول له بالمرجع اللي رشحتها الأطفال عضوا والتعبير بعد ما مصعوجة إلا النصر إن شاء الله. الشباب السارة الأطفال ما حضرهم اللي حقيمة النظام السابق حتى يقول بحثة أنا أطفال يجي المنحة أقول لهم يعني عيب عليكم وصلت عليكم وانتم بخلاكم إن شاء الله. وأنا أخذ أدعب ما تقول أقول فاقة القلب تقول أقول السارة من فرصة ما قالك واحد يعاد نعم. أنا أشكرك أبو ياسين من ديالى وأعتذر منك لأن الصوت مو واضح. أبو عباس من الديوانية، تفضل أبو عباس. ألو مرحبا. مرحبتين يا أهلا بيك أستاذ عمار. تفضل. نعم. شلونك عيني؟ الله يسلمك ويخليك. والله أنا عندي شوية تعليق. نعم. على عادل عبد المهدي يقول التريلات واقفة. نعم. والمدارس مسدودة. نعم. ليش هي المدارس؟ شنو مستقبل الطالب هسه بالعراق؟ نعم. وشنو وضع المدارس؟ نعم. مدارس يعني بائسه مزدحمه اثاث ما بيها جامها مكسر. شنو هي المدارس؟ وين مستقبل الطالب؟ نعم يا اخي والله مهزله. يعني هاي ليش وقت يظلون يطاولون هيك؟ شو يبدون من عد؟ نعم. وواي سوالف هي وحده اثنين هاي الاحزاب اللي مهيمنه. تدري المدارس 5 نجوم والطالب بس يتخرج تعيينه مضمون. ها ابو عباس؟ لا تعيينه انتظره راسا يعني. ايه وما شاء الله المدارس 5 نجوم وراحة والطالب يروح للمدرسة ويجي الشوارع مبلطة ما بيها طين فزعلان على المود. وتدري العراق ما شاء الله يعني بالترتيب التعليم الأول عالميا فيزعل عاد. والله لعبة أرواحنا بالله العظيم. شلون يعني هاي السالفة شلون تخلص ما جاي ان شاء الله بعون الله وبعون الشباب ثوره تشرين الحكوميه والميليشيات يتغير الوضع صايرين اتباع على هاي العالم الفقره العزل اللي هيك بطرق العلم. شنو هسه هم شو قاعد يسوون متظاهرين؟ ناس سلميين جاي يطالبون بحقوقهم انتم تلاقوهم بالرصاص ليش؟ نعم. وهواية هي مو بس عادل عبد المهدي. نعم لا اللي قبله واللي وياه
المالك اللي دورتين نعم لزمها دورتين وبميزانيات تجاريه نعم فرهد العراق تفرهد نعم هو طبعا المتظاهر من طلع هو ما عنده مشكله شخصيه ويا عادل عبد المهدي طبعا هاي قبل ما يقتل الان اصبح حتى أكيد من الناحيه القانونيه صارت مشكله شخصيه لان قتل في عهده قتل مئات وانجرح الاف ولكن المشكله كبيره جدا مشكله وطن ضيعوه الجماعه سرقوه باقوه نظام سياسي كله مخربط بالضبط هو المواطن طلع ضد هاي الطبقه السياسيه كلها والعمليه السياسيه اللي دمرت البلد ان شاء الله تفرق. انا اشكرك ابو عباس من الديوانيه كان معنا مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين معنا اتصال حيدر من بغداد تفضل حيدر تسمعني يبدو اننا فقدنا اتصال مع حيدر مصطفى من الناصريه تفضل مصطفى تسمعني مصطفى يبدو كذلك فقدنا اتصال مع مصطفى من الناصريه خلونا نقرا رسائل واتساب يقول أو تقول ما مكتوب اسمه والله عيب على هاي الحكومة أو الدولة وهذا عادل عبد المهدي يقول إغلاق الطرق غير سلمي مواطن من النجف تقول أتمنى منك تقرأ رسالتي تقول بالنسبة لهذا أبو العدس تهمك الطرق بس وهاي الشباب اللي راح شنو ذنب بهالخاطر اللي خلقك هاي أنت مرابعك ما نقدر كلمة قالتها تبقون بالكراسي ولكم كل قطرة دم من شبابنا تسوى روسكم يا عجم أرجو كذلك من أختي أم وطن هي ترسل رسائل يوميا أنه تختصر لنا بالرسالة حتى نقدر نقرأها كاملة أبو عبد الله من ألمانيا يقول أقول الحذر من الميليشيات العميلة من جر الانتفاضة إلى حرب داخلية لأن إيران الخبيثة تريد حرب أهلية في البلاد إن شاء الله الله يبعد الحرب الأهلية وماكو شيء إن شاء الله أديان من كربلاء يقول السلام عليكم أحب أقول للحكومة الفاسدة كافي اطلعوا عوف الكراسي حسوا بالعراقيين الخاطر أرواح الشهداء وإحنا نريد يبقى رأس العراق بعز وقوة واحترام مو يبقى بيد التبعية تصرفون بي على كيفهم وكل الفساد من عدهم باسم الدين باقون الحرامية نعم
رسالة. المشكلة اللي يدز رسالة خلي يدزها مرة واحدة ولا يدز وياها شيء حتى نقدر نقراها، يعني ما أدري من راحت. مرحبا، تقول حياكم الله أسبوعنا النشامة، قناتكم قناة العراقيين، الله يوفقكم. نحييكم من الناصرية، الله محييك أختي غفران، ونحب نقول لكل الأحزاب خسئتم يا ذيول إيران، ما محتاجيكم بشيء، ارجعوا لوطنكم الأصلي إيران. معنا اتصال من الحلة. جميل، تفضل. جميل تسمعني؟ جميل نعم. أحمد من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في تحية القناة الشريفة. حياك الله يا أهلا بك، تفضل. نور على شهداء العراق. آمين يا رب. من ناحية التظاهرات، تظاهرات يعني هاي. نعم. زين. يعني مش يعني شو منتظرين، يعني شنو منتظرينه؟ نعم. قلبي زين. وامريكا هم الحكومه خلصت من عندهم، مو هي جابتهم؟ نعم. المرات خلصت من عندهم زين، ما حد جاي يكتبهم وياها، جاي تروح الشباب هاي الحلوه تعد روسهم زين، الله ينتقم منهم ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل على الاحزاب ان شاء الله، الله ينتقم منهم. ومشكور ورحم الله والديك يا حبيبي. أنا أشكرك عيني، الله يحفظك ويسلمك. أبو جعفر من بغداد، تفضل أبو جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي أبو جعفر. تسمعني أبو جعفر؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. عمار الهلالي من الناصرية الشطرة، حياك الله أخي عمار، يقول أحب أقول اللي كتل ولدنا بالناصرية هو ناصر الأسدي دزهم، وعندي معلومات عليه إذا بقى قائد. إذا عندك معلومات أخي دزنا إياها حتى نفضح ذول القتلة اللي قتلوا أهلنا. يقول صبرا فصبر فالنصر قريب بإذن الله، هانت واقترب حسابكم أيها الخونة أبو جمال. رسالة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، قناة رائعة. بان من بغداد. نعم. حسن من كربلاء، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بيك. بطلب مع المدارس يقول المدارس يشمدهم والطلح. نعم حسن. واحد حاجة بنعزة نفط زاب بالجيبة، يعني احنا طلاب كل 50 كل 4 عايزين بيا مدرسة هاي بيا دولة حكيم وبيا عالم. الفقر كاتلنا، هاي التجاوزات في الشهرة، يعني دولة مالتنا كلها تعبانة وزبالة. مع الأسف هواي مطالب من عندنا، واحنا هسه صار لنا 100 يوم نايمين بالفكره مال التربيه مال كربلاء المقدسه. نعم والله حسبي الله ونعم الوكيل. وهاي الدمار شحال راحت من عندنا، شاهد الله ما نتراجع لو مو 600 يموتون. نعم حسن، تفرج ان شاء الله بعون الله. حسن من كربلاء. ابو محمد من كربلاء كذلك، تفضل ابو محمد. ابو محمد من الكوت. من الكوت، يا هلا بيك، تفضل. نعم السلام عليكم استاذ. وعليكم عمار. السلام ورحمه الله، يا هلا بيك. هو شلونك؟ والله الحمد لله، الله يسلمك، تفضل. ابو استاذ عمر، وش خلى علينا ابو العدس؟ نعم. اللي وقع عليه ربع كيلو عدس وشال الدنيا قامت ولا قعدت، هسه حامته المدارس الطينيه، الكرفانات، الجشر الدوام، ويذيع بيان على الدوام. هو شغله بالمدارس وكتب جاي يشتري، قرطاسيه جاي يشتري،
الو. نعم معك ابو محمد. هي العالم ما عندها، هي من طلعت تتظاهر الحكومه، من طلعت تتظاهر بالساحه التحرير وبالمحافظات، هي طلعت مرتاحه. لو هي طلعت ما عندها عالم قعدت قامت تجد بالشوارع. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومه. حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومه يا استاذ عمر. ونعم بالله. انا اشكرك ابو محمد من الكوت كان معنا. رسالة تقول الخاطر العباس الخاطر الله، إذا عدة خاطر عندكم مرد الأحزاب مرد الحكومة. تقول اقرأ رسالتي اريد اسمعها بالتلفزيون، قرأناها أختي وانت ما ذاكرة اسمك. رسالة السلام عليكم أخ عمر، عادل خايف على دوام المدارس وأقساطها لأن هم جميعا مساهمين بهذه المدارس والجامعات الأهلية، ولذلك تجدهم غير مهتمين بالمدارس الحكومية لأن ما مستفادين منها. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.